السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الرز الحبة وحب، أحلى رز حبة وحب بأمر الله. دي يا حبايبي الحلة اللي هنعمل فيها الرز اهي، هنولع عليها. ولعنا عليها يا حبايبي، دلوقتي هنحط الزيت يا حبايبي. بسم الله، زيت نباتي أبيض. هنحط مكعب زبدة حبايبي، المكعب الزبدة فك مع الزيت اهو. ده نص كيلو رز يا حبايبي لسه غسلاه حالا. هنحط نصه يتحمر. هنقلبه كده لما يتحمر وبعدين نشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي الرز اتحمر اهو، هنحط باقي النص كيلو اهو عليه. بنحط يا حبايبي النص كيلو، بنحط نصه يتحمر ونصه يبقى ابيض. بنروح حاطين الرز الابيض على المتحمر وبنديله تشويحه كويسه كده. دلوقتي يا حبايبي هنحط معلقه ملح صغيره بس مهرمه بالشكل ده، وهنحط يا حبايبي مكعب ماجي عشان بيديله طعمه بيخليه روعه روعه. انا بحب الرز الحبه وحبه دي يا حبايبي جدا، هو الاصل. قلب الماجي والملح، حبيت الرز لمعت اهيت اتغلفت بالزيت والزبده كويس. الميه يا حبايبي ميه سخنه تغلى اهيت ما شاء الله. بالظبط الميه مظبوطه 100%. انا الميه يا حبايبي اهي مقلبه في الرز كده، والملح برضو مظبوط 100%. شوفوا يا حبايبي، طالما حطيت الميه السخنه اللي بتغلي، طالما حطيت على الرز، الرز بيغلى اهو. هغطيه يستوي يا حبايبي وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي هنشوف الرز اهو، الميه اتشرب الميه اهو. ويا حبايبي هنديله تقليبه كده. بعد ما قلبناه يا حبايبي وشرب الميه كلها، هنوطي عليه بقى يستوي على نار هاديه وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي بعد ما وطينا على الرز يستوي على نار هاديه اهو، خلاص قرب يستوي خالص، استوى يعتبر دقيقتين كمان. هنديله تقليبه كده يا حبايبي. قلبنا الرز اهو يا حبايبي دقيقتين كمان مع برضو على نار هاديه وارجع لكم. وادي يا حبايبي الرز الحبه وحبه بعد ما خلص اهو. الطريقه دي روعه، اعملوه بالطريقه دي بامر الله هيعجبكم جدا جدا جدا، لذيذ جدا. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناه، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله الف هنا وشير في الخير يا حبايبي. نلتقي في فيديو جديد.